في المرحلة دي بينافس على المركز الثاني، امبارح بيعدي دور ال 16 من كأس مصر. من ساعة ما مسك الفريق جيمي باتشيكو، شايف ازاي القصة؟ لا انا عاجبني في الراجل. بص هاني، اللي انت النهارده ما اما مدير اشتغلتش معاه انت؟ ده ما اشتغلتش معاه، نعم. بس انا بيعجبني في المدير الفني يا هاني اللي بيكمل الشغل بتاع المدير الفني قبليه. في مديرين فنيين بيجوا يهد. بيهد، لا الراجل انت لو تشوف التشكيل معظم اللعيبه هي اللي بتلعب، ممكن 9 أو 10 لعيبه الاساسيين، ما فيش مثلا وجوه جديده بتخش جديد، لا هو الراجل ماشي في الماتشين بنفس الراجل شغل الكالتيرون. يمكن اللي عاجبني في الراجل ده التنظيم الدفاعي، يمكن الراجل ده من ساعه ما كان مسك الزمالك الفتره الاولانيه في شكل دفاعي، يمكن نادي الزمالك مع كالتيرون كان من احسن فرق هجوميا، بس كان في بعض الديفوهات في بعض المباريات، ومنها طبعا مباريات كتير خلصت في اخر دقيقه، تعادلات مع سموحة، سموحه، اتحاد القصص سكندري. دي، لكن الزمالك كان مرعب هجوميا. الوقت ممكن الزمالك في المباراتين في السكور مش مرعب هجوميا، لكن في تماسك دفاعيا وفي نفس الوقت بيعرف يخلص الماتشات، وده انا شايف اهم حاجه. يعني انا ممكن العب باداء كويس جدا وفي غزاره تهديفيه، بس النتائج بتبقى سلبيه، لكن النهارده الراجل ده بيعرف هو عايز يعمل ايه من المباراه او بياخد حاجه من المباراه، وده المطلوب. خلي بالك الفتره الجايه في مباراه افريقيا انت عندك مباراتين مع الرجاء، مطلوب ان انت تطلع بنتيجه ايجابيه في المغرب، وبحيث مظبوط. انت تيجي تعمل نتيجه ايجابيه هنا. فطبعا انت اكيد في المباراه هناك الرجاء هيبقى نازل عايز يلعب وعايز يكسب، وانت محتاج يبقى عندك دفاعك واقف صح، المسافات قريبه، يبقى في نظام في الملعب، تنظيم في الملعب. فانا شايف ان الراجل لحد دلوقتي ماشي بشكل كويس في المباراتين، وشكل نادي الزمالك فيه زي ما قلت لك ثبات في الناحيه في الدفاعيه. ماتش امبارح الزمالك افتقد ساسي وبن شرقي. بص انا شايف طبعا الاثنين دول لعيبه كويسه جدا وكل حاجه، لكن زي ما قلت لك نادي الزمالك في لعيبه، يعني انا امام عاشور انا شايف لو الفتره الجايه خد، لا هيبقى اضافه لنص الملعب، يعني انا عاجبني في جدا. المكان اللي لعب في فيه المكان امبارح. عاجبني جدا، يعني الراجل ده مجهوده البدني كبير جدا، كورته كويسه جدا، راجل بيخش هتلاقيه في 18 بيحرز اهداف، بتحطه باك رايت بيلعب، بتحطه هاف ليفت بيلعب، بيحطه في نص الملعب. فانا شايف الحته دي مع ساسي وطارق، انت خلي بالك كل فرقه هاني لما بيبقى في منافسه في مكان هتلاقي كل صح. الحته دي، هتلاقي اللعيبه كلها اوتوماتيك كله بقى كويس. كنت موجود انت في الفرقة ساعة عمل القائمة الإفريقية؟ لا إمام ما اتحطش في القائمة، ففي ناس دلوقتي بتقول انه الزمالك مفتقد للاعب ده، وجوده ممكن يكون مهم في ما أفريقيا. هي دي هاني بتبقى توفيق وعدم توفيق في ممكن في اتخاذ القرار، وفي نفس الوقت ممكن تكون عازل برضو اللي انت برضو كنت جايب نجوم، يعني انت كنت جايب بن شرقي وجايب ونجم وجايب دي، ممكن امام كان ممكن مش منور قوي زي الناس دي، فممكن تبقى معذور اللي ممكن مدير فني مثلا يقول لك ده لسه صغير مش محتاجه في المركز ده. ممكن امام عاشور معروف عنه اللي هو جاي نادي الزمالك بيلعب تحت في الحته بتاع الاطراف اليمين والشمال، لكن واحد زي كالترون ممكن اكتشفه في حته زي الديفندر او في حته باك رايت فبدا ينور اكتر. فانا ممكن اعذر الجهاز الفني في النقطه دي، لكن زي ما قلت لك عاجبني اداءه كويس جدا. عاجبني طبعا الفتره دي كاسونجو ماشي بشكل كويس جدا، ويمكن انا قبل كده في كذا حلقه قلت لك اللعيب كويس، مظبوط. بل بالعكس يعني كاسونجو بيلعب ناحية الشمال، دي حاجة أحسن من إنه يلعب مهاجم صريح. انا فوجئت بيه خلي بالك في الحته دي، وعنده سرعات كويسه جدا ويعني هجان، يعني انا شايف الحته دي كاسونجو باللعيبه بتحب المساحات، وممكن مساحات لما بتلعب على الاطراف بتبقى اكتر اما بتلعب سنتر فيرود. فانا شايف وجوده برضو مع مصطفى محمد لا بقى في منافسه في المكان ده، فبرضو هيخلي مصطفى يتحرك ويشتغل احسن.